مغربي، واحد المغربي كان تلح هنايا من سميتو، كان تلح من الشرجم، كان ساكن معايا في الدار فاش كنت روميت. واحد المغربي كان هنايا، هذه عاودنا التجربة هذه اسمعنا. ويا هذا واحد السيد كان ساكن معايا هنايا في بوسطن هنايا، كان بيتي حدا بيته، وديك الساعه باقي ما تزوجش، باقي ساكن مع الروميت. الروميت كيما نشرحوا الناس هما واحد الربعه كيكونوا ساكنين في شحال دار كان في عمره؟ شحال كان في وكيتقاسموا عمره؟ الكلام. كان في عمره اخويا 34 عام ديك الساعه، اوكي وخويا سفيان داك الدري ما كانوش عندهم سكيل الوراق، وكان شيامات ضحكات عليه واحد الدريه مغربيه، كان عطاها 15 مليون، قال لها بانها تزوج بواحد لاتينو، فهمتي، تزوج به وتصوب معاه الوراق وتعاود تجي تزوج بالدري صاحبي، واش فهمتيني؟ يعني هو اللي عطاها الفلوس، واش فهمتي؟ بجوج هما ما عندهمش الوراق، واش فهمتيني ولا لا؟ وهو كيبغي ديك الدريه، واش فهمتيني ولا لا؟ نضت هي الصراحه، خداش 15 مليون، تزوجت بداك اللاتينو، بدات كتصوب في البراق الوراق والعباد، صوباتهم صافي ودفقاتو كما كنقولوا حنا بالدارجه، واش فهمتيني ولا؟ يعني دفقات الدري. الدري مسكين بدا كيتسطى شويه، واش فهمتيني ولا؟ يعني بدا كانوا قلت لي اللي كي كان مسكين بالاوراق ورا شي 12 عام اخويا سفيان، ما شافش والديه ما والو. ما عمر شاف. جا في الاول هو لحيت جا قرايه، واش فهمتي ولا لا؟ جا قرايه صافي، كان رجع دوك الايامات الاولى راك عارف كيعطيوك الوراق باش ترجع لوالديك تشوفهم العيبات شويه، صافي هو يحرق القرايه، واش فهمتيني ولا لا؟ مغربية هي اللي دارت له هذا الشيء. مغربي يا اخويا سفيان، وشنو وقع له؟ شنو دار؟ شنو وقع له خمس بالضبط؟ سنين هو معاها صافي، وبنت الحرام غمقات عليه في دوك الفلوس، وتزوجت بالاخر صوبت الاوراق دفقاته هوايا صافي، من تما هو بدا يتفروح اخويا سفيان، ما نكذبش عليك، بدا كيهرب ليه الفريخ صافي، بدا كي صافي صافي، ما بقاش كنعرفو انا، ما بقاش كنعرف واش كيقول ولا اش كيقول ولا اش كيدير نهائيا اخويا سفيان، والله ما نكذب عليك، داك السيد تبدل 190 درجة حق وشنو الله وقع له؟ العظيم. شنو وقع له؟ يعني ما هضر معاكم ما والو مشى. انتحر من تلاح من طروازيان، من البيت ديالو تلاح للزنقه. وش مات؟ واحد النهار اخويا سفيان، الجمعه ما كنتش انا في الدار، كنت كنصلي الجمعه، ياك كنت كنصلي الجمعه، حتى كيعيط لي الدري صاحبي كيقول لي يا راه خالد تلاح، فهمتيني؟ ما تفهمش والو، جي كنجري بحال هكا الدار، لقيت لومبيلونس، لقيت البوليس، لقيت الروينه نايضه تماه. مي جيت سولت على البوليس كيفاش الشطره هذه، قالوا لي راه جينا حنا البوليس وجبنا البومبيه وجبنا لومبيلونس ولقينا لي ديك الناموسيه، عرفتي اخويا سفين ديك الناموسيه اللي كيقايولك ملي كتبغي تنتحر اللي كتبومبا، لقاوها ليه قدام الدار، ولكن هو تلاح في سميتو فين كيكونوا الطوارئ، في الجناب ديال الديور ما بين الدار والدار كيكونوا الطوارئ، واحد يعني الخويا صافي خونا بغى ينتحر بغى. خونا بغى يتلاح صافي، بدا كيقول لهم انا ما عنديش الوراق ولا شديتوني غترجعوني للمغرب، صافي باغي نموت، هادي وتلاح في داك الجناب، واش فهمتيني ولا لا؟ يعني هو مسكين وما ماتش، واش فهمتيني؟ يعني ما ماتش، ما ماتش، شحال من طرالي صافي واحد لحيت كو كان في شي بلاد اخرى، ماشي في البلاد اخرى، كان شي بلاد اللي ما غاديش يتهلاو فيه غيموت، ما نكذبش عليه، لحيت وشنو جا وقع واحد له؟ نزيف داخلي، جا نزيف داخلي فهمتي، جاو لومبيلونس في البلاصه هزوه للسبيطار، يعني كيقول لنا كتقول لي الطبيبه عرفتي كون ما عنده ساعه ديال المكان الا فاتها يموت، لحيت بقى يجري لي الدم لداخل، يجري لي تا يموت، واش فهمت الموضوع؟ لحيت داك السيد ما عندوش الوراق، تخيل ياك، يعني نورمالمون كون كان في شي بلاد اخرى اش غيديروا ليه؟ انت ما عندكش الوراق صافي غيديبانيه وغيصيفطوه في حالاته، واش فهمتيني؟ السيد جلسوه في السبيطار في الام جي اتش، اغلى سبيطار هنا عندنا في بوسطن، يعني وجلسوه وتهلاو فيه وداروا ليه اخويا، خلصوا عليه نقول لك شحال في المجموع، شي 800 الف دولار اخويا سفيان اللي خلصوا عليه، والله ما نكذب عليه، 800 مليون مغربية. واو واو 800 واو 800 مليون مغربيه واو لحد، واو. كان عرفتي عارف سفيان واحد اش كان البلاد، كيجيو عندي انا عارف واحد لاسيونس، اش البلاد كيقولوا ليا؟ اخويا كيقولوا اخويا. ليا كيقولوا ليا واش عنده شي ممتلكات، واش كتعرف عنده شي حاجه، ورينا التلفازه ديالو، بغاو يديو التلفازه تخيل، التلفازه ولا لا ديالو بغاو يديو، لحيت ما عنده لا وراق لا والو، واش فهمتي؟ ما غيستافدوا منه حتى شي حاجه، شكون اللي بغاو يديو؟ الناس واش لا البنوك سيرونس اللي خلصوا عليه الدوله، ولا سيرونس اللي خلصوا عليه داك الشام، يعني بغاو كيقول لي واش عنده شي بنك اكاونت، واش فين حاط الفلوس، ورينا فين شنو من الممتلكات اللي عنده، واش شاري شي طوموبيل، واش شاري شي موطور، انا كنقول لهم ما عنده والو، باع كل شيء ما عنده والو، واخا داك الشيء ديالو باقي في البيت، كنقول لهم انا ما عنده والو، واش فهمتيني ولا لا؟ ولا 800 مليون اللي خسرت عليه. 800 مليون بالرهاب، راك عارف الرهاب اخويا سفيان شحال داير، فاك اسال ده كنعرف واحد الرهاب راه البلاد كيجي حصه واحده بمليون، حصه واحده فيها ساعه ولا نص ساعه باش يبداو يحركوا لك يدك ولا عنقك ولا شي لعيبه، راه بمليون حصه ما كاملش الساعه، واش فهمتيني ولا لا؟
يعني 800 مليون اخويا. واش حسات؟ واش ما عقلاتش عليه؟ مشات ولا شنو؟ اه والو ما عقلاتش عليه اخويا سفيان، كذب شحال. وهو شنو وقع له ولا مات؟ رجعوه للمغرب ومات مسكين، تخيل. غير رجع هذه ما بغاش تسرط ليا وحل ليا حاليا هنا اخويا سفيان، تخيل. كان هنا، كان هنا القصه انا عمرني سمعتها انا هذه يا صاحبي. اخويا القصه راه دايره بوم، راه كان لاح الغربه شا ولا كتعرفوا، كانوا لاح الدراري بزاف هنايا، فهمتي يعني؟ تنشرات ولكن ما تنشراتش على سميتو في السوشيال ميديا. هذه المغربيه هذه ما عرفتش واش كتفرج ولا حيه ولا ما عرفتش يصلا. دابا كيفاش عايشه؟ كيفاش بغيت انا نعرف كيفاش كتمشي تحط راسها يعني؟ غتكون نورمالمون غتكون اخويا سفيان شي كاع اللي ما كيتاثرش في الاول بدك، غير ما تحسش براس انها دات لي الفلوس وصوبات الوراق على ظهره وفرات فيه، يعني كيفاش غتسوق ليه؟ لا مات هو، ما غتسوقش ليه اصاحبي، اش فهمتي؟ الضمير ما عندهاش، واش فهمتيني ولا لا؟ مساكن تهلاو فيه هنايا وردوا. تخيل هنا تهلاو في اخويا سفيان من الاول، راه كنت كنمشي عندو السبيطار افري داي تقريبا، يعني كنمشي عندو نريح معاه وهادي، مابقاش كيهضر. تعوق مسكين من عنقه ومن ايده ومن رجله. عرفتي نهار اخويا سفيان كنت معاه في السبيطار، عرفتي نهار اللي الطبيب بغى يقول لي، قال لي شوف، لحيت الطبيب ما عنده شي واحد هنا في العائله، كانت عنده واحد السيده بنت خالته، ولكن انا كان كيقول لي الطبيب زعما انت اللي جيتي مع اول واحد، لحيت انا اول واحد حضرت معاه في السبيطار، واش فهمتيني ولا لا؟ كان ديك الساعه رمضان وكنت كنمشي عنده يوميا، يعني كنبقى معاه حتى الفطور وكنمشي للدار. كان كيقول لي الطبيب، قال لي راه خصنا نقولوا لي انه معوق، كنقول لي الله، كنطلبوا، كنقول لي الله ما تقوليش لي راه غيقدر يتاثر، هو اصلا مريض دابا يعني شو حالته. كيقول لي شوف ما نقدرش نطول عليه، ضروري خصني نقولها ليه، لحيت هذا هو القانون ديال الميريكان، واش فهمتيني؟ يعني كان معوق خصو يقولوها ليه، واش فهمتي؟ لحيت لا خبى عليه يقدر ذاك الدري يتابعهم يقول لهم علاش خبيتوها عليا، واش فهمتيني ولا لا؟ والديه ناضو مساكن قالوها ليه السيد، صافي هو يزيد يفشل، واش فهمتيني ولا لا؟ وصافي رغم ذلك بقاو معاه بقاو معاه بقاو معاه بقاو معاه بقاو معاه، يعني مسكين صافي تعوق من رجليه، تعوق من ايدي، وتعوق من عنقه. تخيل اخويا سفيان وليتي داير غير بحالك، صافي ما كتحرك ما والو، ما كدير حتى شي حاجه. مسكين ديك 15000 دولار شحال خدم فيها وجمع فيها مسكين عشي داك السيد، والله يعمر دار اخويا سفيان، وحق الرب العلي العظيم، عشي سكنت معاه راه شي عامين، ما عمري شفت بحال داك السيد، حق الله العلي العظيم. عرفتي راه فاش مات راه ما كنتش كنبكي يوميا، ما نكذبش عليك، عرفتي بقى في الحال اخويا علاش جات في داك السيد، ولكن قدر الله، واش فهمتيني؟ يعني ربي كيقدر عليك شي حاجه،